فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى للخمسة كي تعاد نعمل جولة وطلع على استعدادات الأندية التونسية المقابلة البطولة اللي تبدأ الويكاند هذي وترجع الويكاند هذي. معنا بالتليفون زميلنا مراسلنا في القاهرة وين عم مجيد الجبيلي، نعمل طلع على استعدادات الشبيبة لعودة البطولة. مجد أهلا بيك. مرحبا بيك، تحية ليك ولكل السادة المستمعين، تحية لكم من القروان. اليوم القروان الحقيقة سخانة كبيرة في القروان، نحن نتعدوا للعيد ان شاء الله. ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس في تونس الكل، حتى في تونس لا سخونة هنا زاد سخونة برشا في القروان. تعرف القروان عادة ديما معروفة بالسخانة نتاعها في الصيف، بالتأكيد مش تثني على آخر استعدادات فريق الشبيبة سام. الشبيبة اللي رجعت للتمارين تقريبا في النصف الأول بتاع جوان مباشرة، يعني بعد نهاية فترة الحجر الصحي. البرنامج التحضيرات يعني كان متوزع بين القروان وتربص مغلق في توسا. مباراة التمارين التحضيرات انطلقت تحت إشراف المدرب الجديد لونور دين النابلي، هو ابن الفريق بمساعدة أيضا ابن الفريق لسعد الفريدي، هذا تقريبا على مستوى الإطار الفني اللي خلف سفيان الحدوثي. كان حدوثي اللي تحول من بعد إلى بنزرت. بالنسبة للتحضيرات اللي انطلقت كما قلت المسؤول بتاع عجماع القيروان، دخل التحضيرات هذا تربص مغلق في مدينة سوسة لمدة أسبوع. بالنسبة للفريق أجرى من اللي رجع للتمارين لحد اليوم أجرى 6 مباريات ودية تقريبا كلهم بدون انتصار. هزيمة أولى في مع مستقبل السيمان 2-0 في مباراة الذهاب، في مباراة العودة لآخر مباراة هذه وفات بالتعادل هدف مقابل هدف. ماتش ما كملش، اختار الفريق مع نادي الشرقي 2-0 في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية اختار معها 4-0. مباراة الوحيد الثانية اللي كانت بالتعادل مع الاتحاد تطاويل وكانت النتيجة 1-1، ثم هزيمة مع نجم المثلوي 3-0. بالنسبة للفريق يعني غادروه لاعبي وحيد اللي هو أساسي قائد الفريق وحارس المرمى يصابر الخلفي لأسباب مادية غادر الفريق، هو حتى اليوم حاليا موجود خارج أرض الوطن تحديدا في إيطاليا. أيضا علي الفريوي اللي كان متغيب رجع، أيضا ياسين الصالحي مصعب سيف ياسين باشا، هما خاصين ياسين الصالحي وياسين باشا رجعوا مؤخرا، كانوا يعني محتاجين على الأسباب المادية متاعهم. يعني الفريق كامل، مجموعة كاملة اليوم رجعت باستثناء صابر الخلفيوي. بالنسبة للمباراة اللي تنتظر في فريق الشبيبة، الانطلاقة مش تكون مع الفريق الجار مع النجم الراضي في نهار السبت مع الخمسة تاع العشية في ملعب حمد العوني بالقروان، سجل زوز غيابات من أبرز اللاعبين الموجودين اللي هما معز عبود وعلى بن دحنوس، هذوما عندهم كل واحد عنده 3 انذارات وبالتالي مش يتغيبوا في مباراة النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة يقول لي رئيس الجمعية وأنه تقريبا الفريق تقريبا الثالث والرابع في تونس اللي تعرف كل الشبيبة نقول يعني الأمور المادية صعبة اللي عيش فيها الفريق، ومع ذلك رئيس الجمعية محمد المامي يقول لي وأنه الفريق خالص على دير معني مع تمزيل شهر جوان فقط ما هوش خالص بالنسبة للملاعبية. من حيث الإنتاج أغلبهم تحصلوا على وقتيش هذا فاضل مجد، وقتيش هذا بالنسبة لإخلاص الملاعبية؟ أي حتى المعلومات اللي عندي تقول الملاعبية كانوا في ذراب وكانوا يروحوا بال حتى تقريبا عندهم نهارين جديد، معناه جديد الحكاية. أوكي إيه مازالت جديدة، مازالت عندهم تقريبا نهارين ثلاثة تم خلاص الأجور نتاعهم. قلت الكلام بطبيعة الحال الرئيس النادي قال لي لحد شهر جوان ما همش خاصين، وصلوا يعني. ال 50 مليون تاع الجامعه خلصوا منهم فاضل ولا مازال ما وصلوش هذوك؟ اكيد يعني حتى لا وصلوا بالتاكيد، لكن هو جاي مش نحكي عليه انا بطبيعتي. الزياره الاخيره تاع وديع الجري للقروان كان اعطاهم 55,000 دينار و 15,000 دينار هذوما خلاص نتاعك الاداريين. 55,000 دينار بطبيعه الحال تنفس بهم ربما فريق الشبيبه الصعداء، خلص ما يمكن خلاص خاصه في منحه الانتاج. قال وانو اغلب الملاعبيه تحصل على اكثر من 50% من المستحقات نتاع الماديه نتاعهم. كي الملاعبيه خالصين مجد علاش صبر الخلفي وما رجعش للونترينمون؟ هذيك المشكله، هو بطبيعه الحال حتى يعني حتى الخروج نتاعو كان تقريبا خلف حاله احتقان كبيره وغضب في صفوف حباء الشبيبه اللي قالوا كيفاش يعني
تسمم لاعبية تاخو الهيئة المديرة تعطيهم مبالغ مالية، ويعني صابر الخلفي واللي طلب تقريبا عنده تقريبا 40-50 ألف دينار في الجمعية، طلب كان 10 ألف دينار فقط باش يكمل يواصل التمرين تاعو، لكن يعني الهيئة المديرة ما لا لا أعرف يعني شو المشكل بالضبط فيه. كما قلت لك يعني الوضع المادي ربما نوعا ما معناتها الناس يقولوا مقبول، باعتبار وأنه بشرة مش تقوها لحباء الشبيبة بطبيعة الحال اللي تعرف أن المدخيل العمومية اللي بطبيعة الحال تدخل خزينة النادي مبنية كلها على التقرير المالي، وحديث كبير. وأخيرا نقول لأحباء الشبيبة وأنه التقرير المالي يعني أصبح جاهز وتم تم إرساله للجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك وزارة الرياضة بطبيعة الحال، اللي التقرير المالي هذا بطبيعة الحال مش يكون متنفس كبير باش ياخذوا المنح نتاعه، باش ياخذوا المنح حق نتاع الولايه نتاع البلديه وحتى نتاع الوزاره بطبيعة الحال. نذكر انه التقرير المالي اللي بتاع 2019-2020 يعني نتاع الهيئه التسييريه نتاع حتى عمليه سجل تقريبا عجز باكثر من مليار في فريق الشبيبة. ثم وضعيه اخرى اللي وضعيه احمد حسني اللي كان عنده شيك ب 40 الف دينار ومشى صبه في البنك، تم تسويه الوضعيه نتاعو، ومحمد حسني موجود مع المجموعه وقاعد يتدرب كيف وكيف كل ملاعبي ياسين الصالحي مصعب سيفي وسليم باشا. النتائج في الوديات ما تطمنش مجيد بالتاكيد، هذا هو تقريبا العنوان الوحيد اللي بالنسبه لفريق الشبيبه معناتها بدون اي انتصار في الوديات، ونزيد اكثر من هكا هو مسجل زوز اهداف فقط قابل تقريبا 3-5-9-10-13 هدف، قابل 13 هدف ومسجل كان زوز هدف فقط. ان شاء الله في الرسمية يعني تتبدل الوضع. ولو ماجد انا عارفك متابع برشا انت وحتى تمشي وتتفرج ومغروم انت ما شاء الله عليك، تابعت ماتش سليمان ولا تابعت؟ اي حبينا نعرف شنو صار، علاش وقف الماتش ما كملش ماجد؟ برشا حديث عليها، لكن في الاخير هو سليم مش نحوط لك يعني المباراة كانت الدور في ظروف عادية روح هذه كبيرة، والحقيقة علاقة طيبة تجمع بين الشبيبة ومستقبل السيمان، كانوا الفريق مستقبل السيمان كان فرحوا بالشبيبة في مباراة الذهاب يعني الإياب يعني كانت سيمان ربح من بلاش، وفي مباراة العودة لكن كانت ظروف عادية، لكن باستثناء تقريبا في الدقيقة 35-36 لما فريق مستقبل السيمان تحصل على ضربة جزاء، وفي الحقيقة ضربة جزاء واضحة لا غبار عليها، تحصل عليها قبل ما يتم تنفيذها من احد ملاعبين العرفاوي رشاد العرفاوي قبل ما تسجل ضربه الجزاء، فتم نقاش داخل بينه وبين علاء بن دحنوس استفزت يعني شويه انطلقت الشراره وانه من مكان ضربه الجزاء. اي رشاد استفز شويه الملاعبين تاع الشبيبه، سمعتكش عاودني. رشاد استفز شويه ملاعبين الشبيبه بحكي الحديث على طيوح وحاجات كما هكا. بالتأكيد يعني حتى لو شوفك الظروف اللي متاع اللي حفت بالفريق يعني تململ كبير في صفوف الأحباء وزيدهم مكن النتائج السلبية اللي سجلوها يعني في فريق في الماتشوات الوديات الكل يعني كل ظروف يعني غير عادية ألقت بذلالها يعني في المباراة الأخيرة، تشنجت فيها الأعصاب، حصل العنف بين زوج ملاعبي وبين ملاعبي الكل، فدخلت كل الأطراف من حسن الحظ وان المباراة توقفت قبل ما تتنفذ ضربة الجزاء، ومباراة ساعتها 1-1 كان ربما مستقبل السيمان ممكن يغيب في الهدف الثاني او ممكن زادا ما يسجلش الهدف. على كل مباراة توقفت هي قبل ما تشوفها بثمانية دقائق ونتيجة 1-1 فالطوق الامور، وحتى المعبية بعد خرج من حجرة الملابس يعني ظروف طيبة وروح رياضية كبيرة، لكن تشنج معناتها ما عنديش حتى مبرر ما عنديش حتى نتيجه في نهايه الامر. يعطيك الصحه، شكرا لك مجيد على كل هذه الاخبار والتفاصيل اللي جبنا بها. شكرا لك، الى اللقاء. دونك مازلنا مواصلين في فير بلاي حتى الخمسه.